بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ميليسا كهينة. اليوم بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب يعيدوا علينا بالصحة والهنا. كل عام وحنا حيين وانتم حيين، كل عام وحنا سالمين بالصحة والهنا يا ربي، علينا وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. طلبتوا مني يعني وصفات خاصة بعيد الأضحى المبارك، واليوم جبت لكم الوصفة اللي يعني الناس طلبوني فيها بزاف، قالوا لي ورينا كيفاش نديروا المشوي في الفرن وأسراره. اليوم جبت لكم المشوي، يعني المشوي كيما تاكلوه في لي غران ريستوران، تاكلوه يعني بالبنة تاعو والأسرار تاعو اللي ما تعرفوهاش. عندنا هنا، أنا عندي هنا جبت لكم ضلع تاع خروف، ولا يعني كتف تاع الخروف هاوليك. نحيت له برك هذاك لو مورسو اللي يجي في الاخير، هذاك التحتاني يعني نحيتو له باش يعني يقدر يدخل لي في السنيوه، يعني هذاك الطرف الاخير هذاك هو دمبك، يعني ما فيه حتى حاجه. دونك الضلع تاع الخروف تاعي هنا حكمته ودرت له هكذا فتحات كيما راكم تشوفوا بالموس، نقيته يعني نحيت له شويه هذاك الشحم الفوقاني ونعمل له هكا فتحات. واش ندير هنايا؟ عندي هنا هادوما اوراق تاع الرنت، نخليهم دو كوتي، تبعوا مليح معايا. نحكم هنا فصوص تاع الثوم، نقسمهم على زوج، كل فص نقسمه على زوج. عندي التتبيله تاعو اللي هي الملح، المشوي يحب الملح بيان سور، يعني يحب الملح بشويه زياده باش يجينا بنين. دونك الملح كما يقولوا من زوج جوايح هكذا، الملح مليح. ندير له، تبعوا مليح معايا، الفلفل الكحل بوب نوار على الوجهين هكذا راكو تشوفوا. درنا له الملح، فلفل الكحل، نزيد له شويه فلفل الكحل. فلفل الكحل يعني سي لو سول ايبيس اللي حنديره له، ما تزيدوش لي زيبيس الاخرين، هذاك يعني لي زيبيس كاع اللي يقولوها لكم، انا نقول لكم ما تزيدوش، ديروا الملح والفلفل الكحل وتبعوا معايا مليح مليح هاد التتبيله اللي حنديرها له. الوغ واش ندير هنا دو كوتي؟ نحط هنا عندي زيت زيتون، انا نخدم المشوي بالزيت زيتون. حطوا تقريبا واحد ربع مغارف هكذا كبار تاع زيت زيتون. هذه سي لو فينيغ بلزاميك اللي قلت لكم عليه اشروه من قبل، راهو يوالم بزاف بزاف، يعني من احد اسرار نجاح المشوي. هنا نحط كيف كيف يعني واحد ربع مغارف هكذاك تاع الخل البلسامي. هذا الخل البلسامي يعني اذا قدرتوا تحصلوا عليه راهو مانيفيك، يعني هو راهو يتباع في متناول الجميع. هنا نحط شويه ملح، نحط اون كويير ا سوب هكذا تاع لا موتارد، نحط كميه تاع المعدنوس، هذا معدنوس وشويه تاع كرافس، هذا ان بو دو بيرسيل اي دو سيلري، معدنوس وكرافس هكذا. على واش ندير دركا؟ عندي هنا نحكم الفصوص تاع الثوم، قبل ما نحكم الفصوص تاع الثوم عفوا نحكم هاد التتبيله، نمسحها مليح في لوجيكو هذا، ولا باردون في الكتف هذا، في الضلع هذا تاع الخروف هكذا نمسحها. فوالا هكذا دركا نحكم هادوك النص فصوص تاع الثوم وندخلهم في هاد الفتحات اللي درتهم. انا رشقت الكتف تاعي رشقته بالموس كيما شفتوا، ونحكموا كل فتحة نرشقوا فيها هذاك النص تاع الفص تاع الثوم، سكي في هذاك الثوم حيطيب الداخل، وهو اللي حيعطي له هذيك البنة العظيمة اللي يعني نحبوها في المشوي. ما ديروش البصل، ديروا الثوم، جربوا
انا نعطيكم يعني الوصفه تاعي، ويعني هذه ابخيتو كل واحد حر في التتبيله اللي يديرها. انا نعطيتكم يعني هذه الوصفه، واكيد اكيد حتعجبكم يعني 100% ان شاء الله. هكذا ندخل مليح كما راكو تشوفوا هذوك فصوص الثوم، هكذا ندخلوهم مليح يعني باش ما يخرجوناش كما راكو تشوفوا. دركا واش قعد لي؟ قعدت لي ليتاب لا بلوز امبورطون. انا هذا المشوي مانيش راح نطيبو ديريكتومون في لو فور. المشوي باش يطيب لكم يجيكم يعني طري حبق كما نقولوا، يجيكم طري زبده في الفم، لازم تجوزوه في البخار، يعني طيبوه دابور على فابور. كي يطيب المشوي تاعنا على فابور بلا مانيير اللي جبتها لكم، في الاخير نحمروه في الكوشه، يعني اللحم يكون طاب، تقعد لنا هذيك التحميره في الكوشه. دركا نجيب لا كوكوت مينوت، شوفوا معايا واش ندير. الوغ هنا كيما راكو تشوفوا جبت لا كوكوت مينوت تاعي، حطيت فيها هنا، شوفوا مليح معايا، هنا حطيت كاس تاع الماء، كاس ان فيغ او لي يرفد ابوبخي واحد 200 ل 220 مليليتر، كاس ان فيغ او تاع الماء. واش ندير؟ نهبط فيه كاع واش قعد لي هنايا، هذاك المعدنوس، نهبط فيه هذوك فصوص الثوم اللي قعدوا، هذا بواغو، هذا سي دي بواغو، نقسمهم هكا جوست اون دو هاهم. هذا سافا فيغ ان بوكي غارني، نطيبو فيه هاد المشوي تاعنا، او ميم طون هو اللي حيخرج لنا لاصوص في الاخر. هذه حبه بصل نقسمها على 4، هايلك حتعطيكم ان جو مانيفيك، هايل روعه. وندير هكا شويه ملح يعني باك باش ما تجينيش مسوسه، وندير شويه تاع فلفل كحل، باسكو في الاخير يعني هو حي يعاوننا هذا المشوي تاعنا يطيب لنا لافابور، يطيب فوق هاد لاصوص هادي، او ميم طون في الاخير حتخرج لنا لاصوص. نحكم الكسكاس تاعي وندخل فيه المشوي، المشوي تاعي. انا المشوي يعني قسمته شويه دون فاصون يعني نقدر ندخلو في لا كوكوت. الو هاوليك هكذا اللي حيدخل لي، فوالا يعني شوفوا راني كان هو هكا مفتوح، انا يعني عاونته شويه، قسمته بشويه قسمه يعني يولي يقدر يتطبق. ندخلو هكا يعني، وميم طون ما تخافوش رايح يعني الشكل تاعو ماهوش حيروح له. شوفوا معايا نعاود نوريكم باش تشوفوا يعني لا فورم تاعو ماهيش راح تروح. هاي ليك لا فورم تاع المشوي تاعنا مازالها كيما راهي. هاي انا هنا عاونته، قسمت شويه خليت حتى لحقت العظم باش يعني برك نقدر ندخلو في لا كوكوت. دركا نهبط كاع التتبيله ولا لا ماريناد اللي خدمت فيها، نهبط يعني ما نضيع والو. فو دونك هايلك هاوليك المشوي تاعنا، رايحه نغلق عليه دركا لا كوكوت. غلقوا عليه مليح لا كوكوت، ديروها في النار قاويه باردون، ديروها في باردون سمحوا لي، ديروها في لو مود تاع لا فابور، يعني ديروها غلقوا كوكوطا تاعكم نورمال، يعني هذيك ديروا لها السيفل تاعها، فوالا السيفلي تاعها. انا دوك نشعل عليها النار، نقص عليها تماما، تبعوني مليح في النقطه هذه، نقصوا النار تماما وخلوها، خلو هاد المشوي تاعكم يطيب على النار ناقصه تماما مده ساعه ونص. ما تخافوش منها يعني ما حيتحرق لكم، ما حيشد، ما يصرى له حتى حاجه ما دام النار راهي ناقصه. قلت لكم على الاخير روحوا لو فو تاعكم الصغير نقصوا له تماما، خلوا المشوي تاعكم يطيب ساعه ونص، من بعد نحوه من الفوق من لا كوكوت، نعاودو نرجعوه في لو بلاطو تاعي يعني اللي وجدتو فيه من الاول، ونكملو كيف كيف، ندهنوه بزبده ونحطوه يزيد يتحمر في الكوشه. نشوفو هاد لا سويت يعني ما نسرعوش، دركا نروح نطيبو هادي لي طاب سي لا بلوز امبورطون باش ينجح لكم المشوي تاعنا ولا تاعكم. نتلاقاو بعد ساعه ونص باذن الله ان شاء الله. هاوليك كما تشوفوا هنايا اللحم تاعي طاب، الله الله، هاي ليك لاصوص اللي خرجت فيه بعد ساعه ونص مطيب. نعاود نجيب البلاطو تاعي،
اللي يعني خدمته في الاول فيه نرفلت لو مورسو تاع المشوي تاعنا هاوليك وندير نهبط تاع هذيك العصاص. دركا واش ندير؟ هذا سي تان بوكي كارني. دركا واش ندير؟ ندهنو بشويه زبده ونحطوه في الفوق يزيد يكمل طياب. هنا نكمل طياب يتحمر. الله الله. والمرقه هذه يعني تنشف شويه. هاد المرقه نقصوا منها شويه باش نسقيو بها الرز تاعنا. انا حطيت لوغي بيلاف، نحي منها غير شويه ونسقي بها الرز يعني باش يجيني لو كو تاعو شباب. لي زامي تاعنا هاوليك في الضلع تاع الخروف مشوي على طريقه ميليسا كهينا، درته لكم يعني دو فاسون، يجيكم بزاف بنين ويجيكم خفيف، يجيكم سورتو طري بزاف، ماكوش يعني راح تضيعوا وقت بزاف لا كويزين، تشعلوا الفوغ وتقعدوا يعني تطولوا في الوقت وتشعلوا النار وتقعدوا السوايع وانتم تعسوا فيه وتحركوا فيه، وفي الاخر يعني يجيكم يقدر يجيكم شويه يابس. هكذا يعني اكوشتو ما ياخذناش وقت كبير، وقت ساعه ونص يطيب لنا في على فابور، ونزيدوا له واحد نص ساعه نطيبوه في الفوق باش يتحمر لنا. الاكيد الاكيد انه يجي طري بزاف، يجي الزبده. شوفوا كيفاش نقسم لكم منه شويه باش تشوفوا كيفاش يجيكم. شوفوا يعني الموس كيفاش راهو يدخل فيه فاسيلمون، والاكيد انه يجي صدقوني يجيكم بزاف طري، يجي يعني كما نقولوا حنا يدوب في الفم. شوفوا كيفاش يجي، يعني يجي يدوب في الفم، يجي طري بزاف، يجي تري تري بون. راني قدمته لكم يعني دو فاسون بروفيسيونيل، راح تعودوا ديروا مشوي من اروع ما يكون. الريحه تاعو راهي دايره حاله هنا في الدار. البنه ما يعني ما نحكي لكمش عليها. نتمنى ان شاء الله يا ربي تتعلموا تعودوا ديروا المشوي بهذه الطريقه، طريقه ميليسا كهينا. شوفوا يعني نقدر ما منفتته لكم، تشوفوا شوفوا كيفاش يتنحى فاسيلمون. شوفوا يعني الطراوه تاعو، ويجيكم يعني موي، يجيكم شمخ ما يجيكمش ناشف. قدموه مع لي زاريكو فيغ اي لي كاروت فيشي، قدموه مع لو ري بيلاف، سقوه في الاخير بشويه من لاصوص تاعو. هذيك المرقه اللي قعدت لنا يعني في منه في الفوق هاي، لكن حطوها دو كوتي بوغ يعني اسيزوني لو المشوي تاعكم هاوليك، باش يجيكم يعني بنين، يجيكم هايل. تقدروا ميم تقدموا ديروا شويه بوم دو تيغ وتزيدوا تسقوهم بلاصوص. المهم كان هذا المشوي تاع فخ باردون، المشوي ضلع الخروف، ولا يعني تقدروا تخدموا نفس الشيء مع فخذ الخروف على طريقة ميسا كاينة بصفة احترافية، صفة يعني هايلة وتربحوا فيها الوقت. نقول لكم ان شاء الله يا ربي تعيدوا بالصحة والهنا، وان شاء الله كي ديروه في العيد ان شاء الله تدعوا لي بالصحة والهنا. نخلي كاهينة كما العادة هي تكمل معكم الفيديو. كاهينة واش نقولوا لي زامي تاعنا؟ Aimez la vidéo et surtout pouce bleu et au revoir les petits copains. Allez, au revoir les amis. Allez, salam.